السادة المشاهدين في الفاصل جالي بيان ما لحقتش اقراه كله فهقراه على حضراتكم على الهواء مباشرة. بيان صادر من مجلس إدارة شبكة قنوات سي بي سي تأكيدا على ما جاء بالبيان الصادر من مجلس الإدارة يوم السبت الموافق 26/10/2013 بخصوص الحلقة الأخيرة من برنامج البرنامج والتي تم إذاعتها بتاريخ 25/10/2013، وحيث أننا فوجئنا بأن المحتوى الإعلامي المسلم لإدارة القناة لحلقة اليوم الجمعة 1/11 للبرنامج يخالف ما ورد في بياننا الصادر في 26/10، مما يعني إصرار منتج البرنامج ومقدمه الإعلامي الدكتور باسم يوسف على الاستمرار في عدم الالتزام بالسياسة التحريرية لقنوات سي بي سي والواردة ضمن وثائق العقد الموقع منا مع منتج البرنامج ومقدمه، ورغم أننا وفور إذاعة الحلقة السابقة وبعد ردود الأفعال الشعبية الغاضبة قد لفتنا انتباه منتج ومقدم البرنامج إلى ضرورة الالتزام بما جاء من ضوابط في البيان الصادر منا عقب الحلقة الأخيرة. يضاف إلى ذلك عدم التزام منتج البرنامج بتسليم أعداد الحلقات المتفق عليها في السنة الأولى رغم استلامه لكامل مستحقاته المالية لتلك السنة، وإصراره على الحصول على مبالغ مالية إضافية كشرط لاستمرار إنتاج حلقات جديدة، مما يمثل إخلالا بشروط العقد. وعليه قرر مجلس إدارة شبكة قنوات سي بي سي إيقاف إذاعة برنامج البرنامج لحين حل المشكلات الفنية والتجارية في البرنامج، وعلى الله فليتوكل المؤمنون رئيس مجلس الإدارة مهندس محمد الأمين. ليس لدي تعليق، أنا ما شفتش الحلقة وما سمعتش وجهة نظر الإدارة، ما سمعتش وجهة نظر البرنامج أو إدارة البرنامج أيضاً.